بسم الله الرحمن الرحيم عندما نتحدث عن قضية الغدير عن يوم الغدير عن حادثة الغدير فإننا لا يمكن أن نختزل هذه الحادثة في بضع دقائق أو حتى بضع ساعات بل حتى بضع أيام فالحديث في الغدير ذو شجون ومتعدد الجوانب عندما أراد محمد بن جرير الطبري المفسر والمؤرخ المعروف أن يجمع طرق حديث الغدير احتاج إلى تأليف مجلدين من الحجم الكبير فقط ليجمع طرق حديث الغدير التي وصلت وقد نقل لنا التاريخ أن الذهبي هذا المؤرخ والرجال الكبير عندما اطلع على ما كتبه الطبري سجل إعجابه لكثرة طرق هذا الحديث عندما أراد العلامة الأميني أن يجمع كل ما ارتبط بحديث الغدير من آيات وروايات ونصوص تاريخية وأدبية وشعرية احتاج إلى تأليف هذه الموسوعة الضخمة موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب والتي قضى في تأليفها نصف قرن من الزمان موسوعة الغدير المعروفة العلامة الأميني بقي في تأليفها 50 سنة كاملة لكي يخرج لنا هذه القضية ومن جاء بعده استدرك عليه أمورا لم يتعرض لها فنحن لا نستطيع أن نختزل الغدير حادثة الغدير أكبر من أن نستوعبها في بضع دقائق ولذلك في هذه المناسبة نريد أن نسلط الضوء على جهة من جهات قضية الغدير وهو إشكال تاريخي سجله بعض من كتب في الغدير قالوا بما أن النبي صلى الله عليه وآله بحسب القراءة الشيعية لحديث الغدير أراد أن يبلغ أمرا مهما من صميم الدين وهي قضية الإمامة من كنت مولاه فهذا علي مولاه بحسب القراءة الشيعية أنها تعبير عن الإمامة قالوا لماذا اختار يوم 18 من ذي الحجة وهو يوم عادي من أيام السنة واختار مكانا تفرق فيه الحجاج يقينا بعض الحجاج الذين كانوا مع النبي قد تفرقوا عنه ولم يبلغ هذه القضية المهمة في موقف يوم عرفة في خطبة عرفة تلك الخطبة المشهودة التي شهدها كل حجاج المسلمين وسمعها كل أحد منهم ونقلت لنا لعله بالتواتر في كتب التاريخ قالوا لو نظرنا إلى أهمية البلاغ لقلنا أن الأولى والأجدر أن يبلغه في يوم عرفة لأن هذا الوقت هو أفضل مكان وزمان وحال لتبليغ شيء بهذه الأهمية وحيث أن النبي لم يبلغ القضية في عرفة إذن هي مسألة أقل أهمية مما بلغ في عرفة
في حجتي في خطبة الوداع ولو قرأنا خطبة الوداع لوجدنا أنه بلغ أحكاما فقهية عادية كحرمة الربا وحرمة الدماء وحرمة البيت وهذه أمور معروفة. فإذا ما بلغه النبي يوم الغدير هو أقل أهمية مما بلغ في يوم عرفة، وعليه فلا يمكن أن يكون في يوم الغدير قد قصد قضية الإمامة، لا يمكن. جيد، كيف نعالج هذا الإشكال؟ دائما أنا أصر على هذه القضية، أن هذه الإشكالات سببها اقتطاع الحوادث من سياقها التاريخي، يعني أن ينظر المشكل إلى التاريخ كأجزاء متفرقة، لا أنه قطع مترابطة لا يمكن فهم ما بعدها دون فهم ما قبلها. قضية الغدير إذا أردنا أن نفهمها لا بد أن نرجع إلى غزوة تبوك، والتي كانت في السنة الثامنة للهجرة، والتي حدث فيها حدث، هذا الحدث غير مسار الإسلام وغير طريقة تعاطي النبي مع الأحداث. ما هو الحدث؟ محاولة اغتيال النبي صلى الله عليه وآله في العقبة. هذه الحادثة هي من أخطر الحوادث. لماذا؟ لأن هذا الجيش لم يكن فيه منافقين من المنافقين الذين نعرفهم، ولم يكن فيه مشركين، كانوا صحابة فقط من أهل المدينة، وتعرض النبي للاغتيال من هؤلاء. بعد هذا الحدث النبي هدد بفضحهم ونزلت يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، انتهت الهدنة مع الكفار والمنافقين. لا يمكن فهم حديث الغدير قبل أن فهم ما جرى في هذه الحادثة. طبعا الوقت لا يسع لشرح كل ما جرى فيها، لكن بالنهاية النبي كان يعرف من تسبب فيها، وقد خاطب حذيفة بأسمائهم وقال إن في أصحابي 12 منافقا. الآن بعد هذه الحادثة بدأت الحرب الحقيقية ضد المنافقين، لذلك النبي رجع للمدينة مثلا هدم مسجد ضرار الذي كان بني قبل هذه الحادثة. على كل حال هنا بدأ التفكير الفعلي من قريش ومن أنصارهم في خلافة النبي. واضح أن غرض اغتيال النبي كان أخذ ملكه، ليس إنهاء نبوته، لا، الآن أصبحت النبوة واقع، وإنما استمرار ملكه. النبي صلى الله عليه وآله أيضا تصرفاته كانت في هذا المسار، أن قضية الحكم محسومة. لذلك نجد بعد قضية تبوك بشهور جاءت قضية الحج، فبعث أبا بكر بسورة براءة، عينه أميرا على الحج، ثم لم يلبث قليلا حتى نزل الوحي وأمره بأن يرسل علي، فأرسل علي وقال قال لمن سمعه من المسلمين ولأبي بكر أنه لا يبلغ هذه السورة إلا أنا أو رجل مني، وكان عليا عليه السلام. عملية التعيين والعزل تحمل دلالات كبيرة، وخصوصا قضية التعبير عن علي بأنه مني، يعني لا يبلغ هذه السورة إلا أنا
أو من يقوم مقامي. قضية الحج الذي حصل بعد غزوة تبوك وقضية تبليغ براءة وإمارة علي للحج كانت بمثابة دق ناقوس الخطر للمناوئين للنبي وعلي، أن الخلافة إعلان هذا الأمر اقترب كثيرا، النبي بدأ يمهد الأرضية لذلك. نأتي الآن إلى الحج. الجميع لا سيما من خططوا لمثل هذه الحوادث كانوا على يقين أن النبي صلى الله عليه وآله سيبلغ خلافة علي في الحج، هذا المكان المناسب الطبيعي كما ذكر صاحب الإشكال، نعم هو أنسب مكان، فلذلك أعدوا خطة لمنع هذا الأمر، لأن الخطة الأولى كانت التخلص من النبي، الآن النبي موجود. ما هي الخطة البديلة؟ هي خطة مركبة من قسمين. القسم الأول هو الطعن في علي واتهامه بتهم تقوم بهتكه وتسقيطه في عيون المسلمين، وهذا الأمر وكل إلى من كان مع علي في اليمن. الإمام علي ذهب قبل الحج إلى اليمن لفتح اليمن، وهناك بدأ من معه من الذين انخرطوا في هذه المؤامرة بدأوا يخالفون قراراته ويشتكونه، فلذلك ذهب فوج منهم إلى النبي واشتكى عليا بأنه فعل وفعل وفعل وفعل. وقضية بغيدة معروفة وصحيحة في كتب المسلمين. ثم بدأوا يتناقلوا هذه الأمور بين الناس لإعطاء انطباع مسبق أن هذا الرجل لا ينفع للخلافة. لذلك في هذه السنة من تبليغ سورة براءة إلى الحج حجة الوداع كثير من القضايا التي طعن بها على علي ظهرت في هذه الفترة، كلها في هذه السنة تقريبا، أغلب هذه الأمور فلنقل في هذه السنة اختلقوا أشياء كثيرة، ومنها قضية خطبته لبنت أبي جهل أيضا كانت في هذه السنة. فقاموا بحرب من الإشاعات للطعن في علي عليه السلام، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو منع النبي من التبليغ. كيف سيكون هذا الأمر؟ بأسلوب استخدموه فيما بعد، وهو إثارة الفوضى لمنع سماع الناس كلام النبي. أين استخدموا هذا الأسلوب؟ مثل في قضية رزية يوم الخميس. رزية يوم الخميس النبي كان سيبلغ، عندما علموا أنه بصدد التبليغ أثاروا الفوضى، قال النبي ائتوني بكتف ودوات أكتب كتابا لن تضلوا بعده أبدا، أثاروا الفوضى، حسبنا كتاب الله، إن رسول الله يهجر، إنه قد وجع كثر عليه الوجع من هذا، إنه يهذي ما له أهجر، أثاروا الفوضى واللغط. حتى رواية البخاري ومسلم تشير هذا الأمر، أنه اختلف الناس، قام اللغط، تنازعوا، فلم يستطع النبي التبليغ. قبل هذا التاريخ أيضا استخدموها في حديث الاثني عشر، النبي بلغ قبل هذا التاريخ في حديث جابر بن سمرة أنه قال يلي هذا الأمر من بعدي اثني عشر أميرا أو اثني عشر خليفة. الحديث يشير إلى هذا المعنى. جابر بن سمرة في رواية البخاري التي رواية محرفة طبعا ومخففة قال فقال كلمة لم أسمعها، لم يبين سبب عدم السماع. في مسند أحمد بن حنبل لا بين أنه فكبر الناس فضج الناس، بل في رواية فأخذ الناس يقومون ويقعدون، أثاروا الفوضى لكي لا يسمع الحضور كلام النبي. هذا الأسلوب كان موجودا عندهم، وهذا الأسلوب هو الذي أعدوه ليوم عرفة. النبي
إذا بدأ في تبليغ قضية الخلافة تثار الفوضى، وقد تكون هذه الفوضى فتنة بالسيوف بالدماء، قتل أنفس بريئة. ولذلك هم أعدوا العدة لهذا الأمر واستعدوا وتجندوا وتجيشوا لإثارة الفوضى عندما يخطب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي راعى حرمة هذا البيت وحرمة المكان وحرمة الزمان فلم يبلغ، ولكن أعطى طرف الخيط. في خطبة النبي في حجة الوداع النبي ختمها بذكر حديث الثقلين: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. بل في بعض ألفاظ الحديث والتي رواها السنة والشيعة لم يعبر بالثقلين، بل عبر بالخليفتين: إني مخلف أو تارك فيكم خليفتين، كتاب الله وعترتي. فالنبي بيّن أن خليفته بعد الكتاب هم العترة، لكن لم يحدد. لذلك الذين استعدوا لهذه المؤامرة قالوا النبي لن يبلغ هذا الأمر إلا في المدينة، فنحن نجحنا في خطتنا. هنا تأتي أهمية اختيار الغدير زمانا ومكانا، وهو أن النبي استعمل عنصر المفاجأة. ظنوا أن القضية انتهت في مكة وأن البلاغ لن يكون إلا في المدينة، فهم الآن يخططون لمنعه من البلاغ في المدينة، وإذا النبي صلى الله عليه وآله يأتيهم في مكان غير متوقع وزمان غير متوقع، في الظهر عند الهجير، حر الهجير، ويقف في قلب الصحراء في قمة الحرارة ويبلغ ولاية علي. القوم رأوا النبي وقف ويريد أن يخطب، لم يفكر ولا واحد في الألف أنه سيبلغ بما كان سيبلغه في مكة، لكنه وقف رفع يدا علي قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وأقام مراسم تنصيب وبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام، ألبسه عمامته، ألبسه رداءه، رفع يده، أمر الناس بمبايعته. عنصر المفاجأة كان هو السبب في اختيار يوم الغدير ومكان الغدير، أي خم، ماء خم، وإعراضه عن طرح القضية في مكة كان لضرب مخططات القوم الذين أرادوا التشويش عليه. لذلك أختم بهذه القضية: بعد أن بلغ الغدير، الآن بلغ الغدير في قم، في خم عفوا، بلغه يعني في منطقة رابغ، في منطقة الجحفة. اليوم بلغ الغدير، بعدها بسويعات عندما وصل إلى عقبة هرشة، عقبة قريبة من الجحفة يعني كيلومترات فقط، تعرض النبي لمحاولة اغتيال ثانية، وأيضا نقلها المؤرخون. هناك عقبتان: عقبة تبوك وعقبة هرشة. العقبة الثانية كانت بعد بيعة الغدير بسويعات. هذا يؤكد على أنه بالفعل كان هناك مخطط لإجهاض عملية تبليغ النبي لخلافة علي في مكة. فسبب اختيار الغدير اليوم 18 وماء خم ووقت صلاة الظهر هو لكونه أمرا مفاجئا لهؤلاء القوم الذين خططوا لإجهاض الأمر في مكة
المكرمة. فلذلك لنفهم حديث الغدير وحادثة الغدير وواقعة الغدير لا بد أن ننظر إلى التاريخ نظرة بانورامية لنفهم تفاصيل الأحداث. وصلى الله على محمد وآل محمد.